فيه رؤية أحيانا مكنونات داخلي، مثلا أنا أقدر أعبر عنها يا أما بخطوط أو حتى الخطوط المستقيمة والمقوسة والمتعرجة، يعني هذه حسب نفسية الإنسان نفسه. أنا أحيانا مثلا يقولون لي الشباب زي المشاركات الخارجية، يقولون ما نشوفك حضرت مثلا سكتش أو تصميم للعمل اللي تقوم به، فأنا أقول نفس القطعة اللي اختارها هي اللي تفرض علي العمل. فأختار القطعة وبعدين تبدأ الفكرة. ما شاء الله. سؤال معليش خطم عليك. التلوين أو نقدر نقول عنه الدهان اللي بيحافظ على الشجر، يعني معرضة. نعم. وأنا أتمنى أنه يقعد آلاف السنين، يعني أنه من أعمال مبدع مثلك يعني. الله يجزاك. وش تسوي عشان أنا الحين ودي أدخل الموضوع ده ودي أستفيد. وش أحط عشان ما تخرب الشجرة ذي، ولا يجي عرضه ولا يجي دوده ولا يجي تسوس؟ طبعا ما في إلا حاجة واحدة اللي هي زيت بذرة الكتان. ممتاز. زيت بذرة الكتان. أيوة. نستخدمه بالتلوين. أي نعم. أي أحسنت. الحل الزيت. يعني يعتبر من أفضل. شلون تستخدم الزيت؟ نطلي نشبع الشجرة هذه بزيت بذرة الكتان بعد ما نخلص من العمل. نخلص. أي نعم. لازم نشبعها صح. وهذا يسمونه ورنيش. ورنيش هذا يسوي طبقة خارجية. تكسر. هذا ما يسوي شيء، لكن الزيت لكن يأثر أحيانا، يتكسر ويعطيك ملامح مي جيدة. نعم نعم. ولا إن كان طبقة خفيفة يكون مشوه حتى مع الزمن حتى. طيب وش البديل يا أبو؟ زيت بذرة الكتان فقط. أي زيت بذرة الكتان أول شيء يعطيك لون أغمق. أيه. يبين لك ملامس السطوح، الظل والنور. هو يمتص الشجر نفسه، يمتص اللي هو الزيت هذا وخلاص. لا يمكن في بعض السوسة ولا الصمغ ولا النوع الصمغ العربي أو أنا سمعت ما أدري ترى صحيح لي، اللي هو نوع من البيض مثلا، استخدام البيض في طلاء بعض المساحات مثل هذه، هل استخدمت يعني للحفاظ عليه؟ للحفاظ وعطاه طبقة. لا يعطي طبقة. الطبقة هي تقدر كل شيء تستخدمه سواء أنواع اللي من الورنيش أو سؤال مثل هذه. أبو عمر هذه يد شيء واضح. أي نعم. في دقة ما شاء الله تبارك الله. باين انك يا ابو اي هذه مكبة على القطعة. لا شوف هذه في اضافة اجل. اي هذه سامر وهذه اثل. هذه سامر، والسامر يعتبر من اصلب الاخشاب عندنا بالمملكة. ما شاء الله. يعني يكسر الازميل بالشغل. ما شاء الله. طبعا الشغل هذا ما في اي مواد كهربائية للمعلومة. كله باليد بالسكين. هذا زي ياخذ كم منك وقت؟ هذا سويته بالجنادرية ذا. يعني أخذ أسبوع ونص أو أسبوعين تقريبا. ما شاء الله. لكن مو كله يعني وقتي على الشغل نفسه هذا، أشتغل هذا وأشتغل شغلات ثانية. لكن طيب السؤال اللي سألناه أبو صالح قبل شوي، متى تشتغل؟ بأي مزاج؟ المزاج السيء يمكن يصير إنتاجه أكثر. جماعة أجل أنا بنحت خلاص. يعني كلمة تقوي، كلمة يصير مزاج سيء، كلمة تزيد الضربة، كلمة تصير الضربة. وهذا الحروف وش عبارة عن إيش؟ برضو هذا سويته بالجنادرية، جنادرية 27. لاحظ فوق جنادرية 27 الشعار. هذا سويته وقت الجنادرية، سويت حروف وسويت أرقام وسويت تراث، بمعنى الجنادرية لغة واقتصاد. يا سلام. يا سلام. العتم اشتغلت عليه؟ أنا سمعت أنه من الأخشاب القوية والجميلة، خاصة يستخدمونه للعصي أو ما أدري أنا. هذا يمكن موجود عمان أكثر شيء. عمان وأيضا في جزء من الجنوب. الجنوب وشمال المملكة. بس أنا في أوجه له تحية أخوي محمد السلوم، فنان تشكيلي ويشتغل عليه، وله الحقيقة لمسات جميلة. خشب العتم من الأخشاب الجيد وقوي. جميل جدا. ممتاز. طيب هذا يستخدم مثلا للعصي زي ما قلت. هو العصي عشان يكون الأشعاب يسمونه. فممكن برضه. ما شاء الله.